ايه العربيات البايظه دي يا هلا؟ ايه العربيات دي؟ ده بتسحب لوحدها وعفره، ومفيش عربيات بتعمل عفره. انيا يا 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 انا ذاكرت هما اللي مستقصديني. ما تكذبش عليا، ما تخلينيش امد ايدي عليك. يا مذاكر وواخد جايزة أحسن شاب في البني آدمين. حرامي بالبيت! لحظة واحدة! أنت كل يوم إيه؟ أستاذ موسكس زميلي في الجيم. أوف! ده مؤاخذة يا أستاذ. إيه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زبالة قدام ضيوف، لكن حسابي معاك بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا أستاذ بشاكش. بوشكش يا فندم، بوشكش حضرتك. ملايين بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايوه طبعا، والله واثق من زورك. اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي حضرتك، بس كنت بعمل على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه تبجيل واحتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم. هاي دود، واتس اب مان، كول مي 50 سنت. زلت ما تجيب القناة الأولى فيها بني آدمين عن دول. يا مسرور! مين مسرور ده؟ السياف بتاع القصر؟ سياف القصر عندكم هنا؟ العيلة دي ببقى عارف بالأشكال دي بيبقى ليهم سياف. طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مسرور. حاضر يا باشا. ده تسجيل كامل للحفلة من الكاميرا كنترول بتاعت الأوتيل. ايه؟ هتفرج على الحفلة من أولها لآخرها؟ مش أخر بس. أيوه. جري شوية. أيوه. زوم بقى. وانا بذبح الخروف المتقطع قدامكو واللي هتاكلوه كمان شوية، وجدت متعة غير عادية. الخروف باص في عينيا وانا باصص في عينيه، وهو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجة. زليت الخروف السل قبل ما يموت. لطيف. اللي بقوله ده ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف. استني 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 واحده. يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ طب انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم؟ اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. اسمك ايه؟ انا
قنبلة ولا ايه؟ دوروا في الخرابة دي وفي اي خرابة جوه، يلا بسرعة. ما تتقلوش قوي في الاكل يا ولاد علشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك على ايه؟ لا اصل اكيد حضرتك بتقول دعابة، طبعا دي دعابة. ده ما ناسه في الترابيزة. التقلوش ايه؟ ده هينزلوا يقعدوا يرجعوا الماتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عم شوف النبي، بلاش انا بص، خلينا انا العب في اللعب. استرجل ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب فيك جول. تعمل ايه؟ اعرف يا عيني يا مجانين. يعني ايه ماليش في الشقة؟ قلبنا الشقة حتة حتة، ماليناش فيها اي حاجة. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعة، ايه اللي هيحصل؟ هجيبه لك من تحت تقطيع الارض، بس هو يفتح تليفونه. فواي بقى مش كل شويه هتقعدي تقولي ماما والوفاء والحاجات دي بقى، يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت خالص. لا طبعا عمري ما عيطت خالص، ولا حتى وانت بتخرطي بصله كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفه كده، او انت نايمه نزلت كده، او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الفاترينه بتاعت الكبه اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد، يعني عينيكي انت ظلمة عينيكي كده، ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ، انا عندي لينسز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ ابو هتعضي. ماشي اقدي بايدي. الله، طب وبخبيهم ليه؟ ها؟ ايه رأيك كده؟ سمعك. ايه ده؟ سمعك. سمعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رأيك؟ هات بقى النظارة، هات هات بقى. أقود إلا بالله. خد يا هاني، الله يحنن عليك. يا يحنن عليك. محظوظ. إيه يا عم بابا؟ إيه؟ بشويش علينا يا بابا. بقولك إيه؟ لو بتتنحنع بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان خاطر أرجع الشغل تاني، انا مش بكلمك عشان الموضوع ده، انا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي، تعال خد الفلوس اللي عندنا دلوقتي، بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع، انا عايز اشوف وشك، ولا وش رشدي بيه، ولا وش رجلي. بس احنا لينا حاجه عندك يا بوشكش. حاجه ايه؟ شويه ال شويه 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 الاسطوانات والاوراق. ايه اعلى مفخلك اركبه، يا نادي زباله يا اللي ما فيهوش لعيب الا كسر بعد كسر. سلام يا مخبيه. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانه؟ انا ما انت عارفه كل حاجه اهو، سالي ليه بقى؟ عشان عايزه اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعه النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعه النادي اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هانيه، ده انت فكرتيني باحلى ايام عمري.
ماتش اعتزالي، بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعة وساعة صلاة. أنا نفسي أفهم الموضوع. حاجة غريبة. أنت عارف إن رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لأ؟ إيه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا إيه؟ بجد يا بوشكش أنا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت، في ناس بتقول إنه بيتاجر في السلاح، وناس تانية بتقول إنه بيتاجر في المخدرات، وناس تالتة بتقول ولا بلاش، مش عايزة أتكلم على أعراض حد. أعراض إيه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي أنت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحة بقى لو كان في حاجة عليه أنا كان يعني كان زمانه اتمسك من زمان. أنت عارف إن رشدي هلال مش سهل إنه يتمسك. ليه يا ست بيجري بسرعة يعني ولا إيه؟ أنا بس هتجرأ وهقدم لك بس هدية بسيطة كده. ميرسي. علبة عجبني الملمس بتاعها في القطايف كده. ميرسي حلو قوي. خليك. إيه ده؟ إيه؟ دي فاضية. أيوه أنا آسف، أصل كنت جايب واحدة تانية صغيرة كانت أرخص فجبت جبت واحدة أغلى فشلتها بقى هنا كده. الهلال عشان تفتكريني في رمضان. الله حلو قوي. ميرسي يا وشكش. عجبتك بجد والله؟ قوي تحفة. الله يخليكي. تهادوا تحابوا، عارفة؟ تهادوا تحابوا يعني نتهادى احنا الاتنين، فده بيبقى حب يعني. حب مش حب يعني، بس يعني حب فيه ود يعني. فانت لو اديتيني هدية زيها سلسلة هتبقى انت فاكراني كويس في رمضان بالهلال، وانا فاكرك بعد رمضان في شوال. سلسلة يا ريت يا ريت لو سلسلة تبقى بجد. بس انا خايفة ما تعجبكش. اكيد هتعجبني من المصحف، والله اكيد هتعجبني. ايه ده يا هانية؟ ده بابا كسبها في اخر مصارع التيران ده ولا ايه؟ هايلة والله. عجبتك؟ طبعا. مش من بابا؟ ممكن اجيب الشنطة بس؟ اتفضل. اقطع الجيم وسنين والسود. على فكرة متشكر قوي على صينية الشاي اللي انت مديناها لي دي. متشكر قوي يا هاني. العفو. بكر اسمع لاخر مرة، نفذ اللي قلت لك عليه. اوكي رشدي بيه. انا مش فاضي اللي اعمل عيال ده. هيحصل. ما تستهبلش يا بوشكش. وحياتك يا بكر بيه. النار كلت كل حاجة، حتى كيلو اللحمة اللي في الفليزر كلته، العيش المفقع اتحرق، والطري اتقمر. اسمع يلا، حياتك قصاد الاسطوانة دي، بطل بقى تلعب لعبة انت مش قدها، انت والبنت اللي ملموم عليها. بقولك ايه يا بكر بيه، بقولك ايه والنبي مش ناقصة تهديد هي، انا خلاص مش فارقة معايا، انا عمال اتكحول كل شوية لما خلاص قربت اتقلب قرد، فمش ناقصة بقى تيجي تحدفني في قشر موز يمين وشمال. الله. وبعدين تعالى لي هنا. يا اسطوانة ايه دي اللي سايبها مفصلك قوي كده؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمة من اللي انت قلتها، وحسيبك تراجع نفسك لغاية ما تجيني باللي انا عاوزه وانت راجع. مش هيحصل. مش هيحصل يا بكر بيه. الا لما الاقي انا حاجة على مزاجي، حاجة كده بتتلبس في الرقبة شكلها مقطقط، حاجة دي يوم ما هلاقيها هرجع لك جامد قوي. ومش انت لوحدك بس، لا انت ورشدي بتاعك. بس يا سيدي وعلا. وهيخرجك في عيد ميلادك؟ ده الواد شكله وقع قوي. بس تعرف انا حاسه ان الواد ده غير العصابة اللي ملموم عليها دي خالص، يعني طيب كده وجدع غلبان. بس على مين؟ برضو هحاول معاه. هتحاولي بشكلك ده؟ ايه يا عم انت ده؟ ماله شكل؟ ما انا لابسه قميص وبنطلون اهو، ولا اطلع لي شنب. يا بنتي لا، بس بشكلك ده مش هتعرفي توصلي اللي انت عايزاه. ايوه صح عندك حق، بس انا هوريك. هتيجي؟ ما هتجينيش. هتنطرني؟ ما هتنطرنيش. هتزحلقني؟ ما هتزحلقنيش. ايه ده؟ هانيا؟ لا والله يا هانيا بجد انت اختلفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس بقى ما تكسفنيش. شفت نفسك في المرايه عامله ازاي؟ شعرك فرتيه و
حلقت دقني. ايه ده بجد انا اتثبت. انت ايه ده؟ يلا بقى اطلبي حاجه كلها. انت جايه دايسه جامد ليه كده؟ جايه عايزه اكل على طول كده. اسمح لي الورده دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا معلش كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا انا محضر لك مفاجاه. كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هايلة. هايلة ايه؟ هانية هانية. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to هانية. هانية صح؟ صح؟ ايوه هانية هانية. Happy birthday to you هانية. شكرا. ايه ده بتقلب الخفايا بالليل ولا ايه؟ غريب قوي. ليه غريب ليه؟ وحنين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بالراحه عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهارده ده خلاني احس ان انا عايشه لوحدي طول عمري. حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنه وانت طيب. يا ستي بس بالراحه كده شويه بس. انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نقلبهاش غم. بيني وبينك تعالى نتكلم. ها؟ انت منتظرة ايه من العصابة اللي موجودة عندك في قلب البيت؟ النبي منتظرة ايه؟ دول لو فكروا في الصحوجة هيودوك افغانستان والله. ويوم ما تطلع في ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم هيعملوه في عيد الجلاء. انت ونصيبك بقى في الهدايا طبانجة سمكي نص آلي. المهم ان لازم يكون في جريمة قتل هتتم في الليل. بيني وبينك بقى في شوية كده مز كده عمل لك الحفلة دي والقعدة دي قبل كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما اسمحلكش بالكلام ده. انا مش بتاعت كده خالص. ايه اللي انا مش بتاعت كده خالص؟ هو انا قلتلك تعالي البيت؟ انا بقولك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه؟ انثى. سوف لا نشتري شجرة، ستكونين انت الشجرة وسنعلق عليها أحلامنا. أي طبعا. وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا. كل أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. يا أغنية كاظم الساهر، بس ده طبعا كاظم الغيظ. هنقول احنا لسه حبايب، يوه ما خلص قلناه. هنقول لسه قلبنا داي، يوه ما خلص قلناه. هنقول احنا لسه حبايب، يوه بقى. ايه 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 يا غالي؟ هي غلاسه وخلاص. انا عايز ابسطك. تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. احنا مش اتفقنا؟ لا ما اتفقناش على كده. وما تعملش كده تاني مره، ما تعملش كده تاني مره. احنا متفقين على اغنيه واحده بس، هابي بيتزا، صح؟ هابي بيتزا، مش كده حصل ولا لا؟ دخلتني بكاظم الساهر وسددت لي جيوب الانف بوسكيت، ودخلتني بعدها بمصطفى قمر. هنقول احنا مش ناقصه. طب اسمع دي، اسمع دي. مش هسمع دي. وايه القرف اللي انت لابسه ده؟ ايه؟ لابس لي قعده عربي؟ يلا يلا اتكل على الله. نأسس التباهي تأسيس اساسي يعني في الغلاسه. انا برضه على التليفون بس لحظه.